فإذا ننتقل مباشرة إلى القسم الثاني من هذه الجلسة، والذي يتناول الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة. وأعطي الكلام إلى مديرة الجلسة السيدة رشا قندير، مذيعة ومقدمة برامج أولى قناة بي بي سي، فلتتفضل. شكرا جزيلا، مساء الخير، اهلا وسهلا بحضراتكم في منتدى اسكو العربي للتنميه المستدامه الذي تنظمه مؤسسات الامم المتحده وادروعها المعنيه. هذه الجلسه العامه نخصصها لرصد وقياس التقدم الذي تم احرازه للهدف الخامس من اهداف التنميه المستدامه في المنطقه العربيه المرسومه لأولا دعم المرأة، الحد من التحيز المبني على أساس النوع الاجتماعي والمساواة بين الجنسين. وبعيدا عن هذه أو بعيدا عن الشعارات بشكل عام، اليوم نريد أن نخوض نقاشا حقيقيا حول ما تم تحقيقه وما الذي يلزمنا لكي نخرج ببعض التوصيات التي من الممكن أن تؤثر بالفعل في دعم المرأة، في دورها في الإعلام، في الاقتصاد وإلى آخره. وأبدأ مباشرة من الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة، بعدها أرحب بالسادة المتحدثين في هذه الجلسة. الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة وفقا للأمم المتحدة طبعا والمنتدى العربي للتنمية المستدامة تحت رعاية أسكوا هو المساواة بين الجنسين، ببساطة تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات. دعونا نضع يدنا سريعا على بعض الحقائق يعني قبل أن ندخل في هذا النقاش. هناك أثار لمسناها جميعا طبعا لجائحة كوفيد-19 على تحقيق الهدف الخامس تحديدا من أهداف التنمية المستدامة، ليس بأقلها ازدياد التحديات التي تواجهها العاملات المهاجرات، ازدياد العنف ضد النساء، الفتيات أصبحن أكثر عرضة للتزويج القسري في سن أو تحت السن القانوني، الأمن الغذائي للمرأة يتعرض لخطر كبير، حصول السيدات بما فيهن النساء المعرضات للعنف على خدمات حيوية، خدمات صحية، خدمات أمنية إلى آخره تأثرت، أعمال الرعاية والمسؤوليات الأسرية زادت وإلى آخره وإلى آخره. كي لا أجور على وقت السادة المشاركين، أريد بس قبل أن أقدمهم أن يعني أمنح حضراتكم الفرصة للاطلاع على بعض الأرقام الموجودة بالفعل تحت رعاية أسكوا، UN Women و UNFPA. 20% من السيدات في سن 15 وأكثر كنا عاطلات عن العمل في عام 2019، رقم مخيف بالتأكيد. 9% من النساء شغلن مناصب إدارية في عام 2019، 9% فقط، كمان رقم مخيف بس بالعكس. و 36% من المقاعد في الحكومات المحلية مثلا شغلتها النساء. هذه الأرقام كي ننهض بها أو نرفعها إلى الأعلى، دعوني أطرح الأسئلة بعد أن أرحب بالمتحدثين في هذه الجلسة. السيد ماجد عثمان، الرئيس التنفيذي والمدير للمركز المصري لبحوث الرأي العام بصيرة في جمهورية مصر العربية. السيدة نيكول أريان مركزي، رئيسة برامج الجودة والتحول الاستراتيجي الشرق الأوسط وأفريقيا. السيد محمد الناجي، الأستاذ الجامعي الدكتور في الواقع معهد الحسن الثاني للزراعة المملكة المغربية، أهلا وسهلا. والسيدة عهود عناية، مدير عام وحدة التخطيط والسياسات في وزارة الحكم المحلي في دولة فلسطين، أهلا وسهلا بحضراتكم جميعا. وأبدأ مباشرة بترتيب الأوراق. بعض الشيء مفترض أن المتحدثين الكرام سيقومون بالتحدث لمدة 10 دقائق لكل، سأطرح سؤالين على كل ضيف أو مشارك، من ثم نضبط الحوار ونصل إلى نتائج بناءة. بداية سيد ماجد عثمان، أهلا وسهلا بحضرتك مجددا. خلينا بعد إذن حضرتك نتحدث عن وضع السياسات المراعية لمسألة المنظور الاجتماعي من أجل التعافي. على الرغم من التقدم المحرص في تعزيز فرص وصول المرأة إلى التعليم مثلا ومبادرات كثيرة لتعزيز المساواة بين الجنسين، مشاركة المرأة بقيت خصوصا في القوى العاملة في مصر مثل العديد من البلدان الأخرى في المنطقة بقيت راكدة على مدى العقود الأخيرة. أولا، ما هي المعوقات التي حضرتك تراها تقف حجر عثرة دون مشاركة المرأة كاملا في الحياة الاقتصادية؟ شكرا أستاذ رشا، وبشكر الإسكو على دعوتي للمشاركة في هذا المؤتمر الهام نيابة عن مجلس قومي المرأة، وبشكر المنظمين على دقة التنظيم والاهتمام بكل التفاصيل. الحقيقة للإجابة على سؤال حضرتك حول أهم العوائق، أنا أعتقد أنه أحد المشتركات بين الدول العربية هي المفارقة القائمة بين وضع المرأة التعليمي ومستوى التمكين الاقتصادي اللي بتحظى به، وأنا بقصد على وجه التحديد مستويات التشغيل اللي حضرتك أشرت إليها. التقرير الأخير طيب أترك ذلك للزملاء لإعادة الاتصال بالأستاذ ماجد لاستكمال
حديثه، وأتحول من الأستاذ ماجد يعني مرحلياً في هذه المرحلة إلى السيدة نيكول أريان مركزي. طبعاً هناك ترجمة فورية بكل اللغات، but feel free to speak in English if you feel more comfortable doing this more than Arabic. Don't worry, we have interpretation every language almost. سيدة نيكول أريان رئيسة برامج الجودة والتحول الاستراتيجي، أنا بدأت بالحديث عن الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة. المجتمع الدولي يلزم الدول بتعزيز استخدام التكنولوجيا التمكينية مثلاً، سيما تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى آخره. ما هي برأي حضرتك الأسباب التي على الرغم من ذلك تبقي على تمثيل المرأة متدنياً في قطاع التكنولوجيا على الصعيد العالمي وفي الدول العربية، خصوصاً على الرغم من ازدياد أعداد النساء المتخرجات بشهادات طبعاً عليا في العلوم والتكنولوجيا وإلى آخره؟ Thank you very much, and I will continue in English. So in Nokia, we believe greatly in the inclusive and diverse workforce, and especially to encourage females to join the corporate company and especially Nokia. But when we look into the numbers of females in the technology sector, we all know that those numbers are very low. And even if we look even further into the details of in which areas those females are working, if they are working in the tech sector, it is still more the traditional areas where they are coming from, like HR, like legal and finance. So it is really very important to understand the reasons why we have such kind of situation and how we can change it. So the first important factor to consider is that the corporate world, especially in the tech sector, is coming from a historically coming from a male dominated structure. And what it means is, if you translate it, what is the impact is that the language used in the working environment, the behaviors, the working behaviors, and also the values in this working environment are mostly more dominant and male dominant. And I would like to use actually a visual picture for it. So just imagine there is a single man who lives in a very nice house, and he is living there for quite a while. And he has now furnished this house with his own interest and the way he likes it. And now he gets married and he brings in his wife into this house. So for sure you can imagine for the wife, for the woman, it will be now a little bit, let's say, a strange environment because it's not yet her home. So what will happen then naturally is that the female will start to adapt and to change this environment to make it a home. And at the end, it is for both of them the idea to have at least at the end a place where they both feel good. So that is exactly how we could see it also from a corporate world perspective. We have to change the environment to make it more attractive for females. And and if we want to do it, so we have it at Nokia already done quite a lot. We have looked into the salary gap, the gender salary gap. We have closed it. We are looking into the working environment and balance with the private life and how to make it easier for females. And we have also looked into paternity and maternity possibilities for females. But this is when you look back into this example with the house, it is more the facet what we are talking about. So we are very happy that we have collaborated with United Nations Women globally, but especially in the Arabic state region. Mm. And our mission here is to work together and have greater impact in bringing more females into the private sector and in decision-making positions. Mm-hmm. And how the role from United Nations Women here was especially to introduce the Women Empowerment Principles to our company, to look deeper into it, to understand where to look at and how we can change. So if we go back to this corporate world house, I will just give you some examples. One is the entrance door. So when you are coming in, it would be now translated into the job offers. So how do we write job offers? How do we execute actually interviews? Is it
in a language where also females get attracted to and would like and get excited to work for the company. So that would be, let's say, from this perspective. And then when you go further in, then there is this entrance lobby and the living room. And here we could say, what is the onboarding processes we are using to bring women into the corporate world? And also then looking into career paths and to look at how we can develop their careers in a way which is attractive for them. So at the end, it is really about how can we make a corporate world to create a corporate world where men and female feel home both equally in it. That was yeah. exactly my next question to you. Mm-hmm. سؤالي التالي بالفعل كان عن كيف يمكن بشكل عملي تحويل خطط مثلا بالتعاون مثل مثلا خطة عمل 2030 على أهمية الشراكات بين أصحاب المصلحة المتعددين لإيجاد حلول مبتكرة للاقتصاد الشامل بالمعنى اللي حضرتك ذكرتيه. كيف يمكن المشاركة بكيفية عمل نوكيا في السعودية مثلا مع شركائها مع برنامج Converged Female Talent؟ So the Converged Female Talent program is a program which we have then designed to make it more decision making, to bring more females into the decision making process. So we want females to raise their voice. We want them. We rebuild this corporate world house, but we do the best to make it attractive. But at the end, it is also about women to raise their voice, to have the ambition to work in the corporate, and also to help, because technology, as we all know, is our world, and the solutions we are creating today, it will form our future. And here we need to have women involved in this process. We have to come out of this comfort zone, saying this is not the area where females would like to work. And the Converged Female Talent Program is actually addressing exactly that. We're giving the females in this program a purpose to create something, a solution, technical solution, high level proposal for a sustainability area. And we are merging the females together. So Nokia is in collaboration with UN Women, but in partnership with our customers, we are bringing female talents from other companies and our company together. And they have to work on a sustainability objective. They have to create a solution, a real concrete business outcome on top of this program. And that will be then presented and will be handed over to business. So I believe what is quite special about this program is that we are really trying here and doing it to prove what impact does have female leadership behavior on the business outcome. So how can we create solutions who are really also addressing the whole population of the end users? Mm-hmm. And that makes it, I think, special here. Yeah, so from business models, thank you so much, from business models back to policy makers, أتحول مرة أخرى إلى المتحدث السيد ماجد عثمان. نعتذر لحضرتك عن قطع الاتصال. حضرتك كنت من خلال الحديث عن نموذج المركز القومي للمرأة كنت تتحدث عن مشاركة المرأة في القوى العاملة في مصر بجهود المركز. تفضل حضرتك. شكرا. أنا كنت أشير إلى المنطقة العربية ككل. مثلا التقرير الصادر عن منتدى الاقتصادي العالمي بيشير بوضوح إلى أن المنطقة العربية متراجعة مقارنة بالمناطق الأخرى في العالم فيما يتعلق بفجوة النوع الاجتماعي، لكن على وجه التحديد أيضا هناك فجوة كبيرة فيما يتعلق بالتشغيل والتمكين الاقتصادي. وربما هذا الحديث يعني الكثيرين يعرفوه، ربما الأفضل نحن نتحدث عن ما هي العوائق التي أدت إلى هذا وما هي وكيف يمكن التصدي إليها. بالنسبة للعوائق، أنا أعتقد أن هناك عوائق كثيرة اقتصادية متعلقة بالمؤسسات ومتعلقة بالإطار التشريعي، ولكني دعني أتحدث عن أحد العوائق اللي أعتقد أنها لا تلقى كثير من الاهتمام في العالم العربي، وهي ما يتعلق بالأعراف الاجتماعية. وأنا أظن أنه الأعراف الاجتماعية في العالم العربي، وأنا بتكلم هنا بناء على كثير من البيانات الفعلية اللي تم جمعها في هذا المجال، لا توجد يعني هناك اهتمام شديد بتعليم الإناث في العالم العربي بصفة عامة، لا يوجد تفرقة بين الذكور والإناث فيما يتعلق بالحق في التعليم، ولكن تعليم الإناث غير منعكس على مشاركتهم الاقتصادية، وهذا بارادوكس أو إشكالية تبدو لأول وهلة غريبة، لأن المساواة في حق العمل
غير معترف بها حتى بين الإناث. وهذه أيضا نقطة يجب أن تؤخذ في الاعتبار في كل السياسات التي تتحدث عن رفع تشغيل المرأة. يضاف إلى ذلك أنه جزء كبير من المجتمعات العربية، وأنا بتكلم هنا كمان بوجه التحديد على المجتمع المصري، أنه هنا بيرى أن هناك مهن لا تناسب النساء، فإذا هناك في انتقائية في الوظائف. وهناك جزء أيضا غير قليل أكثر تحفظا بيرى أنه لا يرحب بفكرة أن تعمل مرأة في مكان يكون فيها زملاء من الذكور مثلا، أو أنها تعمل في مسافة بعيدة عن المنزل، أو تعمل وقت متأخر في المساء. ونسبة قليلة بتوافق على أنه المرأة المتزوجة يمكنها أن تسافر أو تعيش بمفردها من أجل العمل. فإذا نحن نتحدث عن منظومة معينة بتشكل عائق كبير. وهذه الأسئلة وغيرها، وهي وأنا حضع يعني اللينك اللي موجود عليه كل هذه البوليسي بيبر والإنفوجرافيك اللي بنعرضها إذا أحد من المشاركين يحب يطلع عليها. لكن أريد أن أضيف أيضا إلى أنه الأعراف الاجتماعية أيضا مش بس بتعوق المرأة من دخول سوق العمل، ولكنها بعد أن تدخل سوق العمل بتشكل عائق في الترقي وفي المساواة في الأجور، لا سيما في القطاع الخاص. حضرتك ذكرت نقطة لها علاقة بالأفضلية في التعليم أو التمييز ضد المرأة في التعليم، وقلت حضرتك إنه ذلك غير موجود، الفكرة هي في سوق العمل. وردنا سؤال وحضرتك تتحدث له علاقة بالريف، تمكين الريف والمرأة في الريف، لأنه قد يرى البعض إنه لا يزال الذكر في بعض الثقافات الأفضلية في مسألة الحصول على التعليم، خصوصا مع إعلانات الحكومة المصرية السنوات الأخيرة عن ما قالت إنه تنفيذ خطة طموحة لبناء بنية تحتية وطنية هدف يتمثل في جعل 50% من مشاريع التنمية الوطنية خضراء بحلول عام 2024. أسأل حضرتك عن الضمان أن يكون هناك التزامات بالتعهد بما تراعي في هذه المشروعات منظور الجنسين وتمكين المرأة، بالتالي سيكون لها تأثير أكبر على جميع الناس في كل الأماكن، ما هي الضمانات لتحقيق ذلك أستاذ ماجد؟ شكرا. يعني دعيني يمكن بس أبدأ بأن أنا أتكلم على كيف يمكن تصدي لهذه المشكلة، لأنه حضرتك المدخل الخاص بالاقتصاد الأخضر وب يعني الحاجات المتعلقة بالبيئة مهم جدا، ولكن هناك أيضا بعض الأمور التي يجب أن نأخذها في الاعتبار بالإضافة إلى هذا. وأنا أعتقد أنه هناك حاجة ضرورية لبرامج جادة وغير تقليدية لتعديل الأعراف السائدة مع البناء على الواقع الجديد اللي احنا شفناه بعد كوفيد-19 اللي بيعطي بعض الفرص. أيضا يجب أن نتبنى ونتوسع في أنماط العمل المرنة والعمل عن بعد والاستثمار في البنية التكنولوجية اللي الممكنة لذلك، لكن كمان لازم نطور البنية التشريعية والمؤسسية الممكنة. أيضا في المجال بتاع اقتصاد الرعاية إنه نتوسع في خدمات الرعاية للأطفال ولكبار السن وللمعاقين. عادة اللي بيعمل في هذا القطاع هم أكثر نسبة أكبر من النساء، ولكن ده هيفيد أيضا المرأة العاملة في أنها تتخفف من العبء المزدوج اللي بيلقى عليها فيما يتعلق بالدور الاجتماعي والدور الانتاجي. لكن ايضا لازم نفكر في وظائف المستقبل اللي بتغير سوق العمل، ويجب ان نخطط بشكل مبكر لان تجد المراه مكانها في وظائف المستقبل، لانه اذا تاخرنا كثيرا ربما هيكون ده غير ممكن. وفي نفس الوقت وكما حضرتك اشرتي، فانه النوع الاجتماعي يجب أن يكون أحد الأعمدة الأساسية اللي بتدخل في تصميم برامج الاقتصاد الأخضر. وفي هذا الشأن ربما أشير إذا كان لدي بعض الدقائق القليلة أنه فيما يتعلق بهذه النقطة، فالدولة المصرية وهي تستضيف مؤتمر COP27 في العام القادم، لديها يعني منظور فيما يتعلق بإدماج النوع الاجتماعي في القضايا المتعلقة بالتغير المناخي، ومن ضمنها تعزيز المنظور المراعي للنوع الاجتماعي في إطار كل ما يتعلق بالتكيف والتخفيف والاستجابة لهذه التغيرات، لكن أيضا توظيف والاستفادة من الفرص المتاحة للمرأة ضمن الانتقال العادل إلى الاقتصاد الأخضر وعادات الاستهلاك الأخضر المتعلقة بترشيد الإنفاق، لأن ده أيضا مرتبط بالنساء بدرجة كبيرة، ويرتبط بهذا تعزيز التغيير أو التغيير التربوي والسلوكي المرتبط بهذه القضية، وتعزيز المعرفة وتوليد البيانات وتحليلها، لأنه لدينا نقص كبير في البيانات في المنطقة العربية فيما يتعلق بالتغير المناخي والبعد النوع الاجتماعي المتعلق به. شكرا.
شكرا جزيلا لحضرتك. ومن الاقتصاد الأخضر إلى الاقتصاد الأزرق في الواقع, from green economy to blue economy. دكتور محمد الناجي, الأستاذ الجامعي بمعهد الحسن الثاني للزراعة, أولا يعني مفهوم الاقتصاد الأزرق ربما لا يزال بحاجة إلى بعض الشرح. غالبا تعمل النساء بشكل غير رسمي في هذا الاقتصاد وتواجهن ظروف عمل صعبة مع فرص محدودة للحصول على حماية اجتماعية. في نفس الوقت الأزمة البيئية العالمية تؤثر بشكل غير متناسب على النساء من بعض وجهات النظر, والفتيات أكثر من غيرهن, يعني التهميش, المساهمات في حل المشكلات وإلى آخره. ما هي السياسات التي تم تنفيذها لمعالجة هذا الواقع, وهل هي مؤثرة يا دكتور؟ أتصور حضرتك بحاجة أن تسمعنا صوتك, تفضل. شكرا لإليسكو على هذه الدعوة الكريمة, وأشكركم كذلك على تضمين موضوع الاقتصاد الأزرق في هذه الندوة, لأنه بكل بساطة هذا هو الاقتصاد المستقبل. الدراسة التي كان قام بها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في 2010 كانت قد قدرت حجم معاملات الاقتصاد الأزرق, ما يسمى بالاقتصاد الأزرق والاقتصاد الذي يعتمد على البيئة البحرية والمائية بصفة عامة, في حدود 2500 مليار دولار, وهذا الرقم سيرتفع وسيفوت 3000 إلى 4000 دولار في أفق 2030. الاقتصاد الأزرق عموما يعتمد على عدة مكونات, من على رأسها بطبيعة الحال الاستغلال كل ما هو موارد طاقية بحرية, ثم الصيد البحري والسياحة البحرية والساحلية, بناء وإصلاح تفكيك السفن, ثم التكنولوجيا الحيوية البحرية إلى آخره. لكن هناك أيضا مواضيع غير مادية كإنتاج المعرفة والبحث العلمي والتعليم والتدريب والجانب الثقافي إلى آخره. المغرب يعتبر من بين القوى الاقتصادية عالميا على مستوى الصيد البحري, فهو يصنف في المرتبة 15 دوليا, ويعتمد بالأساس على قطاع الصيد البحري. إذن الصيد البحري في صلب اهتمامات المملكة المغربية, ولكن للأسف نجد أن المرأة لها حضور باهت في هذا القطاع, بل أنه حضور متباين. فبقدر ما نجد أن المرأة موجودة بقوة وبشكل لافت على مستوى مراكز اتخاذ القرار, حيث كان هنالك بعض التقييمات التي أعطت أرقام مثل 45% من مناصب اتخاذ القرار في قطاع الصيد البحري تملكهن النساء, وهذا أمر مثير وجميل جدا. لكن حينما ننتقل إلى باقي حلقات سلسلة القيمة نجد أن المرأة له حضور باهت, وخاصة على مستوى عالية سلسلة القيمة فيما يتعلق بالصيد والإنتاج, بل أن المرأة تتمركز بالأساس على مستوى الصناعات التحويلية, وهنا نجد أن المرأة تحضر بكثافة تمثل ما يفوق 70% من اليد العاملة, لكنها ظروف اشتغال قاسية وعادة غير مهيكلة ولا تستفيد من الحماية الاجتماعية, وهذا بطبيعة الحال يحتاج إلى تدخلات لتحسين ظروف اشتغال المرأة. نجد المرأة أيضا متواجدة على مستوى الصيد لكن بشكل ضئيل, وهذا الصيد يعتبر صيد على الأقدام في حقيقة الأمر, لكن هو صيد غير مهيكل, غير منظم, غير معترف به, لأن المرأة لا تحمل وصف الصياد, ليس لها الرخصة لممارسة هذه المهنة إلا في بعض الحالات الناشئة أو النادرة جدا. نعم. إذن وضع المرأة عموما يحتاج إلى تدخل قوي. فماذا قامت به الوزارة الوصية, يعني الوزارة الوصية على قطاع الصيد البحري في هذا المجال؟ وزارة الصيد البحري للأسف نجد أن على مستوى الاستراتيجية القطاعية اليوتيس, المسمات اليوتيس المفدى على العقد السابق, لم تتوجه بشكل مباشر إلى قضايا المرأة, ولم تدمج المرأة في صلب اهتماماتها. لكن هذا لا يعني أن المرأة غير متواجدة في خطط وبرامج الوزارة. منذ سنة 2000 الوزارة كانت قد وضعت وحدة ما يسمى وحدة النوع والتنمية في بارتباط مباشر مع الكاتبة العامة للقطاع الوصي, وكان هنالك عمل دؤوب للتمويل ودعم وبعض الجمعيات والتعاونيات النسوية المنفدة على طول الساحل. كان هنالك كذلك ورش كبير وهو لا زال مستمر, وبالتنسيق مع باقي الهيئات الحكومية المتعلق ب الموازنة المدمجة للنوع. كان هناك كذلك تقدم كبير
المثير أن بطبيعة الحال والمناسبة الشرط أن أتأثر اسمح لي أتدخل أسأل حضرتك سؤال يا دكتور محمد. يعني من بين الأسئلة التي وردتنا من السادة والسادات الأفاضل والفضليات المتابعين كان أنه ربما هناك مبالغة في الإلقاء باللوم على مسألة الأعراف الاجتماعية أو الأدوار المحددة the norms وإلى آخره. هناك إعلانات حكومية كثيرة والمغرب ليس استثناء تتحدث عن إصلاحات وسياسات تشريعية لإنهاء التمييز ضد المرأة، إعطاء الأولوية لدعم دورها في المبادرات المحلية في مفهوم الاقتصاد الأزرق الذي حضرتك تفضلت بطرحه والأخضر الذي تفضل الدكتور ماجد بطرحه كذلك. ما هي الاستراتيجيات التي حقيقة مؤثرة بما أنه حضرتك تقدم دراسة وافية لهذا المشروع؟ ما هي الإصلاحات الإضافية مثلا لكي نمكن المشروع من النجاح أكثر لتمكين المرأة بصورة أفضل فعالة وبناءة وملموسة كذلك؟ نعم، بطبيعة الحال هناك مستويين. المستوى الأول هو كمقدمة، هو هذا مستوى ضروري، هو المستوى التشريعي والمستوى المؤسساتي. وخلال العشر الأخيرة المغرب قام بجهود كبيرة جدا على مستوى التعامل مع قضية المرأة من خلال سن مجموعة من القوانين، بل حتى إحداث مجموعة من المؤسسات عبر الوزارة الوصية على شؤون المرأة أو على مستوى باقي القطاعات الإنتاجية. هذا مهم وجيد لكن غير كافي، وأنا متفق معكم. الآن العمل يجب أن ينتقل إلى الميدان. يعني المرأة كما قلت لا تتواجد بشكل كثيف داخل 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 القطاع، هي متواجدة فقط في بعض مكونات القطاع، خاصة الصيد الصغير الساحلي، ليس حتى الصيد في البحر. وبالتالي لا بد لهذه الاستراتيجيات وهذه المبادرات أن تنزل إلى الميدان. ونحن كنا اشتغلنا تقريبا مدة سنة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة في المغرب على البرامج توجه مباشرة إلى تقديم الدعم لهذه التعاونيات والجمعيات الصغيرة للنسوة، فاستفدنا الكثير وعرفنا أن العمل الميداني جد مهم، المواكبة الميدانية جد مهم، التتبع اليومي، التدريب كذلك. ثم الوزارة كانت قامت، وهذا مهم أيضا، لابد أن تكون هناك خلال المبادرات الميدانية أن يكون مقاربة تفضيلية للنوع للمرأة، وهذا ما كانت قامت به الوزارة خلال عملية انتقاء مشاريع للدعم، فكانت قد قدمت 10 نقط إضافية حتى يكون تفضيل للمشاريع المقدمة أو التي تضم نساء وفتيات. هذا نوع من مبادرات اللي من شأنها أن ترفع من نسبة مساهمة المرأة وتمكينها الاقتصادي على مستوى الاقتصاد الأزرق. فهذا اقتصاد غير جد متقلب، يخضع الآن للتغييرات المناخية ويخضع كذلك للاستنزاف. فبالتالي وضعية المرأة عموما، وضعية الصيادين بصفة عامة، وضعية المرأة خصوصا معرضة للكثير من التقلبات والكثير من المخاطر، ولا بد من المعاينة وأكررها دائما الحضور الميداني. النقطة كذلك إضافية مهمة هو أن النساء ليس لهن تمثيلية، صوتهن لا يصل إلى مراكز القرار، وهذا جد مهم. فبقدر ما نجد أن التنظيمات المهنية في قطاع الصيد مثلا جد قوية، وهناك لوبي جد قوي متواجد في مختلف الغرف، يعني في البرلمانات، في الهيئات، في المجالس المحلية، فبقدر ما نجد أن النساء صوتهن لا يصل، وخاصة صوت الرجال الصيادين يصل، وصوت المهنيين والمستثمرين ويصل الوحدات الصناعية يصل، لكن صوت النساء لا يصل، وهن بحاجة إلى دعم وسند قوي من الجمعيات حتى أولا يعرف واقع هؤلاء النسوة، ثم كذلك حتى تقدم الحلول المناسبة. وأكررها مرة أخرى، التواجد الميداني والخدمة على القرب هي مفتاح المشكلة. حضراتكم حتى هذه اللحظة طرحتم نقاط شديدة الأهمية لها علاقة بالتمكين عن طريق الشراكات، تعديل السياسات والاستراتيجيات، قياس مدى التقدم والمساءلة والمحاسبة في ذلك، وتحدثتم عن مبادئ الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الأزرق، وشكرا لكم على ذلك. ستكون هناك فرصة في نهاية هذه الجلسة القصيرة للأسف لطرح الأسئلة على السادة والسيدات المتحدثين، لكن أريد أن أتحول من هذه النقطة، التمكين وتغيير السياسات وإحداث الفارق، إلى التخطيط، لأنه لا يمكن تغيير وضع قائم من دون أن يكون هناك دراسة وتخطيط. عن ذلك أتحدث إلى السيدة عهود عناية، مدير عام وحدة التخطيط والسياسات في دولة فلسطين بوزارة الحكم المحلي. سيدة عهود، تخطيط الأماكن العامة كيف يتمكن من إحداث هذا الأثر،
من تمكين المرأة وتحسين قدرتها على المشاركة في الحياة المدنية والاجتماعية والاقتصادية في وقت الدول العربية مثلها كمثل دول كثيرة تعلن عن محاولاتها دفع عجلة التنمية، التخطيط العمراني أو الحضري، وهو أيضا مفهوم نريد أن نستمع أكثر عنه من حضرتك. تفضلي. شكرا جزيلا، مرحبا بالحضور. فعلا هو هذا السؤال، هل يؤثر التخطيط على تمكين الفئات المجتمعية المختلفة أو إقصائهم خصوصا في الوطن العربي؟ ما وجدناه أن النساء والفتيات طبعا كما الرجال في الوطن العربي تتواجد أو من المفترض أن تتواجد في أماكن مختلفة مثل المنازل، أماكن التعليم، الصحة، العمل، العبادة، التجارة، الترفيه وغيرها. وللأسف التخطيط التقليدي أدى إلى إقصاء النساء. فلو نظرنا إلى المدن العربية حاليا نجد الكثير من الدلالات الإقصاء اللي نتجت عن هذا النوع من التخطيط بقصد أو بغير قصد. طبعا على سبيل المثال موضعت المناطق الصناعية وأماكن العمل بعيدة جدا عن الأحياء السكنية، واللي كان سببها بيئي بالنسبة لنا كمخططين نعمل بالطريقة التقليدية. هذا أيضا أدى إلى وجود ازدحامات في المرور والنقل العام، واللي هي تؤدي إلى عدم شعور المرأة بالأمان باعتبار هاي الأماكن ممكن تسبب تحرش جسدي أو بصري وما إلى ذلك. كمان جزء من عاداتنا وتقاليدنا في المدن مقاهي الشارع اللي بيكون النساء صعب أنها تمشي في الشارع حسب التقاليد الموجودة. هذا الأسلوب القديم في التخطيط أدى إلى نوع من تغيير حركة المرأة في المدينة أو إقصائها عن بعض أماكن العمل. يقدم لنا التخطيط حديثاً حلول عملية لهذا الموضوع. على سبيل المثال لما نتطرق لموضوع المدن الخضراء أو الاقتصاد الأخضر وإعادة circular economy، إعادة دخول المواد مرة أخرى، مش فقط يخلق لفرص عمل زي ما سبق وتحدث المتحدثين، أيضاً يؤدي إلى حلول تقريب أماكن العمل من النساء والأحياء، تقليل الازدحامات المرورية في الأماكن العامة. اليوم بنعمل بطرق مختلفة ممكن يؤدي فيها التخطيط إلى إيجاد حلول عملية تساعد أيضاً لوصول النساء للتعليم أو للصحة أو لأماكن العمل بطرق مختلفة. فللإجابة على الشق الثاني من سؤالك بخصوص كيف يمكن للتخطيط أن يقوم بهذه العملية، هناك بعض الحلول سياساتية الطابع. تحدث الزميل السابق عن ضمان التمثيل. نحن فقط لا نتحدث عن ضمان التمثيل السياسي. على سبيل المثال في فلسطين لدينا كوتا نسوية لوجود النساء في مقاعد انتخابية في المجالس المحلية، لكن وجدنا ضعف لوجودهم في اللجان الهندسية والمالية، ومن الضرورة أن نشجع وجود النساء حتى يستطيعن عكس احتياجات القطاع والفئة التي ينتمين إليها. فهذا جزء من التوجه. الجزء الثاني له علاقة بسياسات المشاركة المجتمعية، تساعدنا أيضا كمخططين للوصول لكافة الفئات خاصة المهمش منها، وبالتالي تمكينهم من الوصول إلى الأماكن التي يريدنا الوصول إليها سواء كنا في الريف أو مهمشات داخل المدينة. أحيانا مثلا على سبيل المثال لو أذكر مثال بسيط، وجدنا أنه إضاءة إحدى القرى أثرت على صحة ربات البيوت. كانت ربات البيوت تعاني في هذه المنطقة من ارتفاع في إصابات السكري الناتجة عن السمنة، واكتشفنا أنه الحل الصحي لهذا الموضوع لا يكمن في علاج السكري أو في علاج على سبيل المثال إنشاء نوادي، لأنه كان النورمز في هذه المنطقة لا تسمح بذهابهن، اللي هي الكزدورة أو بنحكي المشوار اللي ممكن يمشوا بعد العصر بعد انتهاء من أعمالهم البيولوجية أو العادية اللي هم الجندرية اللي مطروقة، أنه بإمكانهم الذهاب في حالة كانت القرية مضاءة، بإمكانهم التحرك بسهولة في الأنحاء مما أدى إلى تحسين الصحة وما إلى ذلك. القصد ما أريد قوله أنه إحنا كمخططين نعمل للاستجابة لاحتياجات الأفراد والمجموعات والمؤسسات. فإذا كانت المعلومة جندرياً واصلة إلنا بشكل صحيح بإمكاننا نوجد حلول هندسية لهذا الموضوع. نعم، ولكن بعتذر سيدة عهود، حضرتك ذهبتي إلى نقطة مهمة يمكن البناء عليها فيما يتعلق بالتخطيط الجيد خصوصا التخطيط الحضري وصولا إلى وصول الخدمات إلى السيدات كمواطن أصيل، سواء الحقوق الأصيلة للمواطن على الدولة
مثل احتياجات المرأة للوصول للتعليم والخدمات الأساسية، توظيف، الرعاية الصحية إلى آخره، لحقوق المواطن يعني، أو مشاريع التخطيط العمراني الحضري الذي يحسن مفترض بشكل كبير من تأثير ذلك على تعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة إذا كانت مرتاحة وتصلها الحقوق ستكون بالتأكيد عضو فاعل. ما هي الأدوات أو الاستراتيجيات التي استخدمتها الوزارة لضمان تمثيل أصوات النساء؟ وهي نقطة كانت قد طرحها المتحدث قبل حضرتك دكتور محمد فيما يتعلق بضعف تمثيلية المرأة سياسية. نعم، ما قمنا به كمؤسسة حكومية مسؤولة عن الهيئات أو تشرف على عمل هيئات الحكم المحلي أو البلديات هو مجموعة من الأدوات ممكن ألخصها بأربع نقاط سريعة. النقطة الأولى لها علاقة بالبيانات، قمنا بعمل مصوحات على مستوى المدن، وهذه المصوحات هدفت إلى فهم ليس فقط المعيقات الاجتماعية وإنما أيضا المعيقات المكانية والهندسية لوصول النساء إلى أماكن العمل أو المرافق العامة بشكل عام، ليس فقط الأماكن العمل. فأعطتنا مؤشرات ساعدتنا على تقديم هذه الحلول وإعداد استراتيجية إدارة أماكن عامة على مستوى الهيئات المحلية. فكانت هاي واحدة من المبادرات اللي قمنا فيها في مجموعة من المدن. نعمل حاليا على تقييم هاي التجربة سواء في الضفة أو في الغزة لاختلاف المدن والمحليات في الظروف والعادات، وللوصول إلى ورقة سياسة نستطيع من خلالها تذليل العقبات أمام النساء للوصول إلى الأماكن العامة. النقطة الثانية اللي بحب أشير إليها وبجوز ذكرتها المتحدثة من نوكيا إلها علاقة باستخدام التكنولوجيا الحديثة. بصراحة في هناك بعض التطبيقات الموبايل أو التطبيقات المحمول البسيطة اللي مكنتنا من استخدام الذكاء الاصطناعي الموجود في هذه الأجهزة للوصول إلى النساء أو لإيصال النساء لحماية حقوقهن الاقتصادية والاجتماعية بسهولة. اليوم بالإمكان التعاون مع الجامعات أو مع المبرمجين لعمل لتمكين النساء من دفع الفواتير فرضاً، أو لتمكين النساء من تقديم اعتراضات أونلاين لدفع لحماية الأراضي أو لنقاش المخططات الهيكلية، ونعمل على توفير مثل هاي الأدوات البسيطة اللي بتمكن النساء من الوصول، أو حتى ليس فقط النساء أو كافة المهمشين في المدينة من الوصول الأسرع بطرق متاحة، خاصة إنه الموبايل أصبح متاح في أغلب المنازل. هناك أيضاً مبدأ المدن الافتراضية أو الـ Virtual Cities اللي هو اليوم نشهد خاصة بين الشباب أو الفتيات عالم فوق العالم اللي إحنا بنعتمده بطريقة تقليدية، بإمكاننا نستخدم ما نحصل عليه من هذه المعلومات لاستخدام التكنولوجيا بطريقة أفضل. الأداة الثالثة اللي هي الأدوات الهندسية والتخطيطية التقليدية اللي هو نعالج الأماكن العامة من ناحية إضاءة، من ناحية صلاحية أرصفة، من ناحية تصميم الأماكن بشكل آمن وشامل للجميع، بحيث ما نعمل مناطق منفرة أو مناطق تقصي النساء عن هاي الأماكن. وهون بدي أشير بس لشغلة ممكن تكون هي نفسية نوعا ما، اللي هو ضرورة أنه ننتبه أنه فرضا في التسميات الشوارع ليش ما يكونش عندنا ميدان مثلا جميلة بوحير أو شارع فدوى طوقان. الأصل المرأة أن تجد نفسها في المدينة ليس فقط في الحركة من خلالها، أيضا هناك بعض الإشارات البسيطة اللي بالإمكان عملها من قبل البلديات لتشجع المرأة، وحتى في إشارات المرور نجد كل إشارات المرور ذكورية نوعا ما، لا نجد إشارة المرأة عذرا للسامعين إلا على المراحيض العامة فقط للتمييز بين نوعي المراحيض. الأصل إنه نرقى في المدينة بحيث نحترم 50% من المستخدمات للمدينة. النقطة الرابعة والأخيرة واللي بحب أنهي فيها إذا سمحتي لي، اللي هي أن نفهم أن النساء ليست كم واحد من نوع واحد، وبالتالي أدوات المشاركة مختلفة حسب طبيعة النساء أو الفتيات اللي تتعامل معهم. في فلسطين تعاملنا مع الفتيات الصغيرات باستخدام الألعاب الإلكترونية ماينكرافت، تصميم مدينتي. في المناطق المحافظة استخدمنا الاجتماعات البؤرية المفصولة بين النساء والرجال لتستطيع المرأة التعبير عن احتياجها بشكل مباشر. مع النساء العاملات استخدمنا ورشات العمل ونقاشات شبيهة بالنقاش اللي أنا وإنتوا هلأ حاليا موجودين فيه. فما أريد أن أقوله بأن المرأة فقط تستطيع الإفصاح ليس فقط عن احتياجها، وإننا احتياج كبير السن بمن ترعاه خاصة العربية،
الطفل الذي ترعاه أيضا. فهناك مقولة لدينا في لدى المخططين: إذا قمت بسماع صوت المرأة ستكون النتيجة سماع صوت الجميع. وبهذا أنهي. شكرا جزيلا لحضرتك، ومن ثم أفتح باب النقاش، وأريد أن أخذ السؤال الأول من السيدة مرام الحربي، مدير عام الإدارة العامة للحماية الاجتماعية بالسعودية. السلام عليكم ورحمة الله، حياك الله أستاذة. سهلا سيدة مرام، أهلا وسهلا بحضرتك، تفضلي. طبعا عندي مداخلة أكثر منها. تفضلي. أشكر المقدمين جميعا لأهمية ما قدموا صراحة. أنا مداخلتي هي إيجاز عن الإصلاحات التي قامت فيها المملكة العربية السعودية، ولعلها خارطة الطريق لهدف المساواة بين الجنسين. المملكة بدأت باستراتيجية وطنية خاصة بالمرأة شاملة لكافة المجالات، سواء السياسية أو الاقتصادية أو التنموية أو الاجتماعية، وحط تحتها خطين، وهي جزء مهم جدا في تيسير عملها فيما بعد وضمان حقوقها جميعا. الإصلاحات طبعا أو بالأصح الاستراتيجية وضعت كثيرا من الأهداف الوطنية التي تحقق بداية في المجال التشريعي، والإطار التشريعي هو الأساس في العمل. فقامت المملكة بإصدار بعض القانونية زي نظام الأحوال الشخصية، زي مثلا التعديل على نظام الحماية من الإيذاء وتمكينها اجتماعيا، أيضا العمل على مكافحة التمييز في إطار العمل من خلال التعديل على قانون العمل لتعزيز المساواة، وكان هناك كثير من المكتسبات التي حصلت عليها في هذا النظام، منها حقها في العمل، وعنصر المفاضلة هو الكفاءة وليس الجنس، أيضا حماية المرأة من الفصل أثناء حملها وأثناء إجازة الوضع، أيضا تأكيد المساواة بفرص العمل، وغيرها وغيرها من المكتسبات التي تفيدها كثير. أيضا قدمت الكثير من برامج الدعم المالي، الدعم في المشاريع الصغيرة والمشاريع الناشئة، التدريب، استشارات دائمة وقائمة، وأيضا خدمات إلكترونية ميسرة لها للوصول إلى كافة هذه المجالات. من خلال ذلك حققت المملكة ولله الحمد بعض المؤشرات الدولية التي تدل على أنها تسير وفق العمل المحدد لها، ووفق رؤية 2030 للمملكة العربية السعودية والتي تتزامن مع رؤية التنمية المستدامة في هذا الموضوع. كان لعل من أهم المؤشرات التي حققتها المملكة هي مؤشر اللي قدمها المركز المملكة العربية السعودية، مؤشر حصة المملكة في سوق العمل من إجمالي القوى العاملة لتصل إلى 31.8، متجاوزة المستهدف المحدد لها في 2021 اللي هو كان 27.6. أيضا معدل المشاركة الاقتصادية للإناث يصل إلى 33.5 من مستهدف 2020 الذي كان محدد ب 26. وأيضا مؤشر المرأة وأنشطة الأعمال والقانون الصادر من مجموعة البنك الدولي حققت فيها المملكة 80 نقطة من 100 نقطة لعام 2021. هذا لعل أهم الإصلاحات التي حدثت. أنا أؤكد على الزملاء أن الاستراتيجية والتخطيط زي ما ذكروا هو الأساس في العمل إذا كان لها مستهدف. لدي سؤال لحضرتك وربما أعود به أيضا للدكتور ماجد، سؤال له علاقة بالتمكين السياسي، لأنه سؤال طرح وحضراتكم تتحدثون له علاقة بتفعيل التمكين السياسي بشكل يكون لا يشمل فقط المفضلين سياسيا وإنما كل أفراد المجتمع. إلى أي مدى هناك توافق بين ما حضرتك تفضلتي بذكره الآن وبين هذا السؤال؟ طبعا يعني في المملكة العربية السعودية كان هناك يعني على الثقافة يعني زي ما ذكروا بعض يمكن حجر عثره امام المراه في الوصول الى كثير من المهام، اما الان فقد حققت الكثير من خلال بدايه التشريعات وتعديل التشريعات، ومن خلال الوعي الاجتماعي والوعي للمجتمع بان للمراه دور وان لديها القوه، خصوصا ان المراه عندنا تميزت في التعليم وفي الوصول الى افضل المستويات التعليميه حتى على مستوى دولي، شاركت في منظمات دولية ممثلة الكثير من شاركت كسفيرة، شاركت في مجلس الشورى ولها نسبة كبيرة من التمثيل. المرأة يعني قادرة وشريكة للرجل في كافة الأعمال دون أي تمييز. أعود بذلك إلى الدكتور ماجد. دكتور ماجد، سؤال له علاقة بتمكين المرأة اقتصاديا بمراعاة حرية الفكر والتعبير، ماذا رصدت بصيرة في هذا الإطار؟ يعني هناك كثير من الاستطلاعات الرأي اللي قمنا بها بتبين إنه هناك
عوائق فيما يتعلق بالتمكين السياسي والتمكين الاقتصادي على حد سواء. وأنا أعتقد أنه التمكين السياسي في ظل المؤشرات التي يعني بتستهدفها الدول بيفرغ ربما في بعض الأحيان المؤشرات من مضمونها. يعني مثلا مؤشر زي عدد الوزيرات في الحكومات المختلفة، أعتقد أن هذا مؤشر هام، ولكن بيتم إفراغه لأنه ربما تكون الملفات التي تتولاها المرأة في مجلس الوزراء قد تكون ملفات أقل أهمية أو هامشية. فإذا في بعض التحليل النوعي اللي يجب أن احنا نأخذه في الاعتبار حتى نتحقق من التمكين السياسي، هل هو تمكين سياسي يعني عايز أقول مجرد ورقي ولا فعلي. هناك دول عربية كثيرة يعني أنجزت الكثير في هذا المجال، وأعتقد أن احنا كمجموعة عربية محتاجين أن احنا نبذل الأكثر ونوظف الإمكانات النسائية المتميزة اللي موجودة نتيجة للتعليم والتدريب، بأن احنا نعطيها الفرصة أنها تأخذ حظها في معترك الحياة السياسية. شكرا. شكرا لحضرتك فندم. هذا يقودني إلى الإرادة السياسية، the determination of governments to enable this. هل هناك بالفعل إرادة سياسية لدى الحكومات لتمكين المرأة اقتصاديا ولا لا؟ هذا سؤال أطرحه على السيدة نيكول أريان مركزي. سيدة نيكول، كنت أسأل ما إذا كانت شراكاتكم أو الدفع بالشراكات لتمكين المرأة اقتصاديا سهلة بالتعامل مع أنظمة حكومية مختلفة المسالك أو مختلفة السياسات أو الاستراتيجيات، ما هي أولوياتكم في انتقاء الحكومات التي مفترض تنفذون معها شراكات سياسية بهذا الإطار؟ Sorry, if you can please just repeat in English. I was asking you if there are priorities or standards of choice in Nokia in dealing with governments with different agendas, with different positions in regional and international policies. Mm-hmm. Definitely any support also from the government is highly appreciated towards the goal to make the environment for females a more inspirational one for females to join. So definitely that would be supported also from Nokia side, and we are working here already with the last for example, just an example, the Converge Female Talent Program we were talking about beforehand, and we did it together with the Ministry of Infrastructure and Communication from the Saudi government, so they were highly supporting this program, and we were both exploring also on how we can then look into reaching the vision 2030. Mm-hmm. Thank you so much for that. And وردنا أيضا سؤال أطرحه على الدكتور محمد الناجي، سؤال له علاقة. دكتور محمد، وحضرتك كنت تتحدث بالتواصل مع المؤسسات الدينية، السلطة الدينية، مش بس الفكر المجتمعي أو الضمير الجمعي أو الأعراف، إنما أيضا المؤسسات الدينية الرسمية وغير الرسمية. إلى أي مدى يمكن لذلك أن يعرقل أو يمكن مشروعات لها علاقة بوضع المرأة في مكانها الصحيح، تمكينها من أبسط حقوقها كمواطن وكشريك اقتصادي في مجتمعاتنا؟ شكرا لك. بالفعل الخطاب الديني جد جد مهم. كان في المغرب هناك سجال كبير حول إدماج المرأة في التنمية منذ سنوات، وكان خلص إلى توافق شبه مجتمعي حول منظور إشراك المرأة في التنمية، وخلصت إلى إعداد خطة ما يسمى بخطة إدماج المرأة في التنمية. وهذا الجهد تم مؤسسته في دستور فيما بعد ذلك، في دستور 2011، الذي يتضمن أكثر من 17 إلى 18 مادة التي تنص صراحة على أهمية إدماج المرأة وعدم التمييز بين الجنسين، ثم تلته كذلك فيما بعد عدة إجراءات على المستوى التشريعي وعلى المستوى المؤسساتي تتعلق بتعزيز حقوق المرأة وتفعيل المساواة وإرسال وتفعيل هيئات المراصفة ومكافحة كل أشكال التمييز
ثم إطلاق سياسة وطنية لمناهضة العنف ضد النساء. إذن بالفعل الخطاب الديني مهم، لكن الخطاب الديني في المغرب عندنا مؤطر من خلال هيئة إمارة المؤمنين، فبالتالي كما قلت بداية هناك نوع من توافق المجتمع حول مساهمة المرأة في جميع أشكال التنمية وعدم التمييز. نعم، بذلك أتحول إلى السيدة عهود عنايت. أيضا سؤال طرح وحضراتكم تتحدثون سيدة عهود له علاقة بالفساد. ذكرنا التمكين بحرية التعبير، ذكرنا التمكين بالشراكات الاقتصادية، بوضع السياسات، بالحيلولة دون تشييء المرأة وإبعادها عن المجال أو الرؤية الاقتصادية والتخطيط على المديين المتوسط والطويل. لكن أنا أسأل حضرتك عن ممارسات الفساد التي هي بمؤشرات الفساد الدولية موجودة في المنطقة العربية كما هي موجودة في كل العالم. كيف يمكن التعامل مع ذلك كي لا يكون حجر عثرة أمام تمكين المرأة اقتصادياً؟ لأنه الفساد يمكنه أن يخرب اقتصادات، فما بال حضرتك بوضعية يراد لها أن تمثل بشكل أفضل. تطرق الهدف 16 SDG 16 لكثير من مؤشرات النزاهة أو المؤشرات العدالة كمان اللي ممكن استخدامها من قبل الدول ومن قبل المحليات لأجل مكافحة الفساد. بجوز بالنسبة لنا من الدروس المستفادة من عملنا في الجانب البلدي كانت مسألة الشفافية والنشر جزء كبير من الحل، إتاحة طريقة الباب المفتوح بنسمي إحنا أو المجلس المفتوح، خطوط ساخنة مثلاً للعضوات، كان لدينا خط تستطيع فيه العضوة الاتصال في حالة تعمد المجلس البلدي عقد الاجتماعات ليلاً على سبيل المثال. فهناك الكثير من الأدوات الممكن نأخذها للأصل للحد من الوقوع في الفساد كإجراء وقائي. أيضاً لازم يكون في منظومة تشريعية عادلة في حالة حدث الفساد، أن تكون هناك مؤسسات، ويساعدنا في ذلك بصراحة المجتمع المدني كثيراً في اللوبينج لهذا الموضوع، للعقوبة في حالة حدث فساد معين خصوصاً من الموجودين في مجال الحكومات المحلية والمركزية. فهو بشقين إجابتي، إما أن يكون وقائياً باستخدام مؤشرات النزاهة الموجودة والمعروفة للجميع والممارسات الفضلة اللي جميعنا نعرفها، أو يكون فيما بعد من خلال إطار عدالة مستقل قادر على أن يكشف هذه الممارسات ويكافحها بالتالي ويعمل لوبي على صناع القرار لأجل تجاوزها. أشكر حضرتك على الإتيان على نقطة منظمات المجتمع المدني، نقطة مهمة للغاية أعود بها مرة أخرى للدكتور عثمان. دكتور، حضرتك كنا نتحدث في البداية عن أدوات مختلفة لتمكين المرأة اقتصاديا، وأتصور إن هناك توجه للاعتماد أكثر على منظمات المجتمع المدني بهذا الإطار وبأطر أخرى. كيف ترى حضرتك هذا الأفق في مصر فيما يتعلق بمنظمات المجتمع المدني التي تحاول تمكين سواء المختصة بشؤون المرأة كمواطنة حقوق أساسية للإنسان بتمكين المرأة اقتصاديا أو بوضعها في مكان أفضل اقتصاديا من ناحية الشراكات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية؟ أنا أعتقد أن دور المجتمع المدني حيوي جدا، وأنا بشكر الأستاذة حود لأنها أشارت إلى هذه النقطة. هذه النقطة مهمة جدا، ليس فقط في التمكين السياسي لكن أيضا في التمكين الاقتصادي. أعتقد أن المجتمع المدني بيستطيع أن يعمل على الأرض وبيعمل في المناطق المحلية، فبالتالي بيأتي بحلول ربما تكون غير مألوفة أو غير رسمية، والمناطق الجغرافية المختلفة تحتاج إلى حلول مختلفة، لا يمكن أن نطبق نفس الحل على كل المناطق أو على كل الدول. فبالتالي دور المجتمع المدني حيوي جدا في هذا المجال. هناك محاولات جادة تمت وناجحة جدا فيما يتعلق بدور المجتمع المدني في تمكين المرأة، لكن محتاجين الكثير، محتاجين أنه يبقى في مساندة للمجتمع المدني بشكل أكبر من كده. أعتقد أنه مسألة التمويل مسألة يعني حيوية جدا بالنسبة للمجتمع المدني، لكن أيضا القدرات البشرية تحتاج إلى كثير من الدعم حتى تستطيع أن تقوم بهذا الدور، لأنه دور ليس سهل فيما يتعلق بتمكين المرأة، لأنه بيصطدم بعقبات كثيرة يعني تحتاج إلى كل القدرات، وتحتاج أيضا إلى أفكار إبداعية في إيجاد حلول لمشاكل مزمنة طال انتظار حلها. شكرا.
شكرا جزيلا لحضرتك. أتصور أنه ينبغي علينا أن نتحدث عن التوصيات الأخيرة قبل إنهاء هذه الجلسة، التي في الواقع أنا أشعر أنها قصيرة للغاية على مناقشة الموضوعات المهمة. على كل، سيكون هناك استكمال لهذه الجلسة في يوم 17 فيما يتعلق خصوصا بالإعلام لتمكين المرأة، وسأشرف بإدارة الجلسة أيضا يوم 17 من مارس. أريد بس أن أتحدث في النهاية عن إجمال لما تم ذكره الآن كي نخرج برا دائرة الشعارات. التوصيات أو الرسائل الرئيسية التي أردنا أن نخرج بها من هذه الجلسة، وأظن أننا نجحنا إلى حد بعيد، هي أولاً السياسات الحكومية. السياسات الحكومية في المنطقة ينبغي تعزيزها للالتزام السياسي بالمساواة بين الجنسين بشكل حقيقي وفعال وملموس على الأرض، اعتماد نهج يراعى فيها منظور النوع الاجتماعي لكي تكون أكثر شمولية في الحديث عن النوع الاجتماعي في صنع السياسات التي تضمن حصول النساء والفتيات على فرص متساوية خصوصا في القطاعات الناشئة، بما أننا نتحدث عن تمكين المرأة، الاستفادة بشكل متناسب من استراتيجيات التعافي من الجائحة التي طبعا نلمس ولا يزال أثرها جميعا. التمكين الاقتصادي للمرأة الذي خرجنا به من هذه الجلسة إنه مكون أساسي لتحقيق المساواة بين الجنسين. لا يمكن الحديث عن السياسة والتمكين الإعلامي وغيره من غير الحديث عن التمكين الاقتصادي، لأنه كثير من السيدات الذين يحرمن من حقوقهن الأساسية ذلك له علاقة بإما الاعتمادية على شخص آخر أو عدم التمكن من الاستقلال الاقتصادي أو لعب دور أكبر فيه. دور القطاع الخاص أيضا نقطة مهمة طرحت اليوم في أكثر من مجال. هناك دور رائد للقطاع الخاص إذا فعل بشكل حقيقي ولم يكن مجرد شعارات وسياسات على ورق. اقتصاد عادل لا يمكن تحقيقه من غير منظمات المجتمع المدني ومن دون القطاع الخاص. المبادرات الواعدة في المنطقة إذا مكنت سياسيا يمكنها أن توفر إدراكا أكبر حول كيفية القيام بهذا الدور. تمكين النساء والفتيات قبل انضمامهن إلى القوى العاملة، كمان هذه نقطة مهمة للغاية. لا يمكن أن تحرم المرأة من كل حقوقها قبل أن تمكن، ولا يمكن فرض المرأة على السوق والمنظور الاقتصادي من دون أن تمكن قبل ذلك من كل حقوقها التعليمية الاقتصادية السياسية وإلى آخره. الأماكن العامة والتخطيط أمر مهم للغاية، له علاقة بالتخطيط الحضري والتخطيط الخدماتي كذلك، عنصر أساسي في تمكين المرأة اقتصاديا. يجب مواصلة بذل الجهد لتحسين شمولية الأماكن العامة لتكون أكثر استيعابا لكل الأفراد أو المواطنين بنوعهم الاجتماعي الطبيعي أو المختار في المنطقة وإمكانية الوصول إليها. أتمنى أنه نكون يعني على الأقل رسمنا صورة واضحة، وإن كانت بالفعل الجلسة قصيرة، لكن على كل سنستكمل في جلسة مخصصة لدور الإعلام في تمكين المرأة ضمن فعاليات هذا الملتقى، المنتدى العربي للتنمية المستدامة. شكرا جزيلا للزملاء هنا في UN Women، في أسكوا وفي UN FPA. شكرا لحضراتكم، كنت معكم رشا قنديل، وشكرا للسادة المشاركين معنا، السيد ماجد عثمان الرئيس التنفيذي والمدير للمركز المصري لبحوث الرأي العام بصيرة من جمهورية مصر العربية، شكرا جزيلا السيدة نيكول أريان مركزي رئيسة برامج الجودة والتحول الاستراتيجي الشرق الأوسط وأفريقيا نوكيا، شكرا جزيلا السيد محمد الناجي الدكتور محمد الناجي الأستاذ الجامعي معهد الحسن الثاني للزراعة من المملكة المغربية، شكرا جزيلا، وللسيدة عهود عناية مدير عام وحدة التخطيط والسياسات وزارة الحكم المحلي في دولة فلسطين. شكرا لحضراتكم، ألقاكم على خير. طبعا يا فندم، وأتمنى أنه ذلك يدرج على جدول أعمال العام القادم أو خلال وضع الخطط في هذا العام. أضم صوتي لصوت حضرتك بشكل باتر في هذا الإطار. شكرا جزيلا لكم، وألقاكم بألف خير، إلى اللقاء. شكرا لإدارة